اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. تسع حقائق مثيرة للاهتمام قد لا تعرفها عن حيوان الكوالا. يعد حيوان الكوالا واحدا من أكثر الحيوانات شهرة في قارة أستراليا، ويعود سبب ذلك إلى أن رؤيته تجعل أبرد القلوب تذوب في لحظة، لكن ليس بسبب هذا فحسب، بل يعتبر أيضا أنه أحد سكان أستراليا الأصليين. إن حيوانات الكوالا تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وهي وجه لعدد من الهدايا التذكارية السياحية الأسترالية. لذلك في هذا الفيديو سنعرض لكم بعض الحقائق التي قد لا تعرفونها عن هذه الثدييات المحبوبة. الحقيقة الأولى، حيوانات الكوالا ليست دببة، بل إنها من فصيلة الجرابيات. ربما قد سمعت كثيرا تعبير دب الكوالا الذي يقوله الناس عندما يتعلق الأمر بهذه الحيوانات، في حين أنها تبدو شكلا مثل الدببة باستدارة آذانها وأنفها الأسود الكبير، لكنها في الواقع تتشارك بخصائص أكثر مع حيوانات جرابية أخرى مثل الكنغورو. الحقيقة الثانية، تبقى صغار حيوانات الكوالا متعلقة بأمهاتها لبعد سنة من ولادتها. ينمو صغير الكوالا في جراب أمه لمدة 6 أشهر تقريبا بعد ولادته، وبعد ذلك يتمكن من ركوب ظهر أمه لمدة 6 أشهر أخرى، ويقوم خلال هذه السنة باستخدام هذا الجراب للتغذية والنوم. الحقيقة الثالثة، بإمكانك أن تجد حيوانات الكوالا في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من قارة أستراليا، في حين أن حيوان الكوالا هو رمز وطني للحياة البرية الفريدة من نوعها في قارة أستراليا. لا يمكن العثور عليه إلا في غابات الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من قارة أستراليا على أغصان أشجار الكينا أو ما تعرف به الأوكاليبتوس. الحقيقة الرابعة، تعتبر بنية أجسام حيوانات الكوالا بأنها قوية. إن العيش بين الأشجار وعلى أغصانها يتطلب بنية جسدية قوية، ولذلك يمتلك الكوالا غضروفا قويا في نهاية عموده الفقري، مما يسمح له بأن يتخذ أشجار الكينا أو الأوكاليبتوس منزلا مريحا له. الحقيقة الخامسة، حيوان الكوالا شره للطعام. يعتمد حيوان الكوالا في نظامه الغذائي بشكل رئيسي على أوراق أشجار الكينا، وبإمكانه أن يأكل من الأوراق حوالي كيلوغرام واحد بشكل يومي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نبات الكينا يعتبر أنه نبات سام لمعظم الحيوانات، ولكن جهاز هضم الألياف عند الكوالا يحتوي على قسم يساعد في إزالة السموم من أوراق الكينا. الحقيقة السادسة، يعتقد أن معنى كلمة كوالا هو عدم الشرب في اللغة الأسترالية القديمة. كان من المعتقد أن حيوانات الكوالا لم تكن بحاجة لشرب الماء بسبب العصارة التي تحصل عليها من أكل أوراق الكينا طوال اليوم، ومع ذلك فهي تشرب من مصادر مياه مختلفة عند الحاجة، خاصة أثناء موجات الحر الشديد وفي أوقات الجفاف. الحقيقة السابعة، تصل ساعات نوم حيوانات الكوالا إلى 18 ساعة في اليوم الواحد. على الرغم من الشائعات، لا تتخدر حيوانات الكوالا من تناول أوراق الكينا، ويعود سبب طول ساعات نومها إلى فقر الأوراق للمواد المغذية، مما يجعل هذه الحيوانات بحاجة إلى النوم أكثر من معظم الحيوانات الأخرى. الحقيقة الثامنة، مرض الكوالا الذي يدعى الكلاميديا يعد مرضا خطيرا. إن هذا المرض مختلف عن سلالة مرض الكلاميديا الذي يصاب به الإنسان، والعديد من مجموعات الكوالا معرضة له، مع العلم أنه يمكن لهذا المرض أن يسبب العمى وعدوى في الجهاز التناسلي لهذه الحيوانات. الحقيقة الأخيرة،
للأسف إن أعداد الكوالا آخذة في التناقص. لقد خسرنا خلال 20 عام الماضية حوالي ربع هذه الحيوانات، لكن النبأ السار أن هناك محاولات لتغيير هذا الوضع والحفاظ عليها من الانقراض. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.